مشاهدينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الرياضي الخاص والذي سنستضيف من خلاله المدير التقني للمنتخبات الوطنية السيد ناصر لارغيط، وذلك للإجابة على عدة تساؤلات أهمها الإقصاء المر للعناصر الوطنية لأقل من 23 سنة من التأهل إلى منافسات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة. شكرا على الاستضافة ديالكم والمجيء ديالكم باش نديروا هذا الحوار مجموعين. كاين جوج ديال الحوايج ملي كنهضروا على الإدارة التقنية، خاصكم تعرفوا باللي في 2014 لما تعطاتني هذه المسؤولية من طرف الجامعة والرئيس ديالها السي فوزي القجع، كان باغي باش ننظموا الإدارة التقنية الوطنية، لأن كتعرفوا في الماضي كانوا واحد دو ديبارتمون ما كانت شي علاقة بيناتهم، كانت لا فورماسيون كاد تكوين ديال المؤطرين، وكانت المنتخبات الوطنية. أون بليس في وسط المنتخبات الوطنية كان واحد التقسيم، كان الفريق الوطني أليف اللي كان بوحدو، وكان الفريق الوطني اللي كان فيه لي لوكو ماشي لي لوكو، كانوا فيها لي U23 لي U20 ولي U17، وكانوا اكوتي واحد جوج ديال الفرق الوطنية، هما الفريق الوطني النسوي والفريق الوطني ديال داخل القاعة والفريق الوطني ديال بيتش سوكر. دونك كان ما كانش واحد زعما واحد المنظومة اللي كتجمع كاع كرة القدم ديالنا الوطنية. دونك النقطة الأولى باش بدينا هي اقترحنا على الجامعة واحد لورغانيغرام، واحد المنظومة اللي هي كتدخل فيها بزاف ديال لي ديبارتمون. أول حاجة لو ديبارتمون هي سميناها لو ديفلوبمون دي براتيك، واحد العمل اللي كيدار مع العصاب أولا مع التعليم مع الشبيبة والرياضة، لأن تما اللي كان واحد العدد كبير ديال الشبان اللي خصهم يمارسوا كل أسبوع كل ويكاند يكونوا كيلعبوا أي سن، ويكونوا إناث أولا ذكور. هادو ديبارتمون ما كانش في وسط الإدارة التقنية في الماضي، كانوا العصاب اللي كانوا كيخدموا، ولكن كل وحدة كانت كتخدم كيف 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 بغات. دونك منين بدينا توحدنا العمل في العصاب، وكانت واحد المهمة كبيرة كانت عند الإدارة التقنية. اليوم الحمد لله بعد خمس سنوات كاع العصاب كيخدموا بواحد البرنامج موحد، وكيعطينا عطانا بزاف ديال النتائج نقدروا نتحدثوا عليهم في نوصلوا للنتائج ديال الفرق الوطنية. من بعد باش ترافق هاد الأطفال اللي كيلعبوا في وسط العصاب خاصك تكون مدربين. دوك المدربين اليوم كان في الماضي كانوا 6 ديال المستوى ديال التكوين، اليوم كان 13 ديال المستوى ديال التكوين. بعد خمس سنوات كان ليسانس دي ليسانس سي ليسانس بي ليسانس ا، واول موسم واول بلد على صعيد الافريقي اللي كينظم واحد لا ليسانس اللي حنا طلبناها كانت في الماضي في الافكار ديال لاكاف، ولكن حنا منين خدينا هذه المهام طلبنا لاكاف باش ندخلوا في هذا الاطار ديال التكوين ديال لاكاف برو. دونك كاين خمسه ديال المستوى ديال لاكاف برو، ومن بعد كاين ديب التكوينات اللي هما ديال الجامعه اللي هما الموعد البدني ديال الحراس، مدربين ديال داخل القاعه ومدربين ديال بيتش سوكر، وزدنا عليهم بعض التكوين اللي هما ماشي التكوين ديال المدربين، ولكن التكوين ديال الطاقم اللي كيكونوا في الانديه. كاين فوتبول ماناجير، كاين ستاديوم ماناجير، وكاين لي ريسبونساب ادمينستراتيف و فينانسيي، ومن بعد كاين لو ديبارتمون اللي سميناه لو او نيفو. لو او نيفو هما الاطفال اللي كيتميزوا لا في العصاب لا في الانديه، اللي كيكونوا في المراكز ديال التكوين ديال الانديه ديال البطولات الدرجه الاولى والثانيه، اللي كنديروا واحد العمل كبير معاهم، كنرافقوهم، كندوزوا لهم لي تيست، كنمشيو لعندهم باش نشوفوا المستوى ديال المدربين كيفاش كيتعاملوا مع الشبان. وفي اخر المطاف كاين الفرق الوطنيه، والفرق الوطنيه اليوم دوزنا بواحد من 4 ولا 5 ديال الفرق الوطنيه الى 12 الفرق الوطنيه. اليوم عندنا عند الاناث عندنا اقل من 15،
اقل من 17 اقل من 20 والفريق الوطني الف كاين اربعه وفي الماضي كان غير واحد في الفوتسال كاين دابا جوج فرق وطنيه اقل من 17 والفريق الوطني الاول بيتش سوكر كان فريق وطني واحد وفي الذكور كان اقل من 15 اقل من 17 اقل من 20 اقل من 23 الفريق الوطني المحلي اللي تحت اشراف الاداره التقنيه الوطنيه لان في الماضي حتى الفريق الوطني المحلي كان معزول وكاين بيان سور العلاقه مع ايرفي رونار مع الفريق الوطني الف ولكن علاقه غير ديال العمل ماشي الاداره التقنيه اللي كتشرف على الفريق الوطني الف. وي كاين الاقصاء ديال لي 23 ولي يو 20 ما تنساوش ملي كنسمعكم كتقولوا ضد موريتانيا اليوم ما كانش شي فريق وطني في العالم اللي ناقص كلشي كيخدم كنقول لك فنيا هو المهم هما لي ريسورس هيومان لي ريسورس هيومان هي بالنسبه لي اكثر قيمه من الماده ماشي حيت عندك الفلوس اللي غتقدر وياك الالمان في كاس العالم وياك من اغنى دول الجامعه ديال لا فيديراسيون ديال الالمان من سي لون دي بلو ريش او موند تقصات في لو برومي تور لو برازيل تقصى الارجنتين تقصات دونك اجوردي ماشي نبقاو نقولوا حنا ديما غير لوجيستيكيات سي لي ريسورس هيومان لان انا كنعرف لا موريتانيا كنعرف المدير التقني كنعرف الرئيس ديالها دايرين واحد العمل منذ سنوات في العمق حنا تخلينا على العمق كنا ديما كنخدموا على الفرق الوطنيه ما كان شنو العمق هي تمشي للعصاب تمشي للانديه ديال الهوات تمشي للقريات تمشي للاحياء هذا هو العمل القاعدي اللي خصنا نديرو باش غدا الدار باش كتبنيها واش كتبنيها بالسقف ولا كتبنيها بالاساس الفرق الوطنيه بالنسبه لي هو السقف هو اللي كيبان هو لا فيترين ولا ما درتيش الاساس كي غدير سي بور سا كو منذ سنوات مع الاسف كره القدم ديالنا كيكونوا دي جينيراسيون اللي كيربحوك بعض الاشياء وكيكون واحد لو ديزير 20 عام 15 عام 10 سنين ما كاينش واحد الاستمراريه اليوم نقدر نقول راه حنا كنبنيو المستقبل داكور ولكن ملي كتهضروا على لي زيليميناسيون ديال ضد لا موريتاني ودابا ضد الار دي سي ما تنساوش باللي منذ المجيء ديالنا انا نعطيكم اوسي النتائج اللي هما ايجابيين اللي كيعطيونا واحد الامال واحد ليسبوار باللي غادي يكونوا النتائج غير تكون استمراريه في العقليه ديال الاشخاص والعمل عندنا الفوتسال هي شامبيون دافريك خدمنا عليه في الماضي فوتسال ملي كان هشام ديك وتسولوه كان كيسعى استاج ومنين جا عطانا برنامج ووفرنا له البرنامج الى ايتي شامبيون دافريك مشى لا كوب دي موند داكور لا نو سي فو سي فو سي ارشي فو ليجيبت قدامنا بزاف لانغولا قدامنا النيجيريا قدام بزاف ديال الدول قدامنا منذ سنوات فوقاش الفوتسال ربح شي حاجه عندنا في على صعيد افريقيا الفوتسال منذ سنوات هو خدام قبل ما نجيو حنايا هاد النتيجه ما تعطيوهاش للجامعه هادي دونك اوني شامبيون دافريك اوني تالي في لا كوب دو موند اون كولومبي شان شنو درنا اللعبه اللي تقصاو في الماضي مع حسن بن عبيشه بور الكاس افريقيا اقل من 23 سنه استمرنا العمل معهم واحد العدد كبير كيكونوا مع الفريق الوطني اللي ربح الشان هذه نتيجه ايجابيه الفريق الوطني الف وخا ما كنشرفوش عليه حنايا كمدير تقني وطني ولكن العمل مع ايرفي رونار وايرفي رونار دار فينا واحد الثقه باش يدير واحد العمل ايرفي رونار ملي كيكونوا لعابه ملي جا شاف بليزيور فوا الفريق الوطني اقل من 23 سنه ولا كانوا هذيك انذاك كانوا اقل من 20 سنه تما شافهم باش شاف يوسف الناصري شاف منديل شاف حكيمي هاد اللعابه منين جاو راه كان في الفريق الوطني اللي كان تقصى كونتر لا غومبي ومع هذاك الفريق الوطني اربعه ديال اللعابه اللي طلعوا مع الفريق الوطني الف حتى هذه راه نتيجه ايجابيه ديال العمل ديال الاداره التقنيه الوطنيه لا نسالي باسكو لي ريزولتا غادي نعطيكم ريزولتا لان المحب ديال كره القدم
عارف شنو هو العمل اللي درنا، ولكن سوفون في لا بريس ولا اي واحد اللي ما عندوش واحد زعما واحد زعماك واحد المعرفه ديال العمل اللي كيدار، بيان سور غادي نشوفوا غير لو ريزولتا ربحوا ولا خسروا. الكاس دانون، كان دانون شكون اللي صنع ذاك الفريق؟ الاداره التقنيه مع العصاب. درنا واحد لو فيستيفال ديال فوتانيف، خرجنا منها واحد النخبه، وديك النخبه عطيناها للتعليم باش يلعبوا بها، وهذوك اللعابه راه مستمرين العمل معاهم. ربحوا من بعد دوري شمال افريقيا، ثلاثه منهم في الفريق الوطني اقل من 17 سنه اللي كيشرف عليه جمال السلامي. الفريق الوطني اقل من 17 سنه داز من المرحله ديال الاقصائيات، هو غيمشي لكاس افريقيا ديال تنزانيا المؤهله للكاس الكاس العالم. لي جو دو لا فرانكوفوني انتصرنا بها، ما كنقولش انتصرنا الناس كيقول لك سي با ان شامبيون ماجور، لا، كل حاجه اللي نقدروا نربحوها اليوم كنصنعوا واحد الثقه ديال المستقبل، لان في هذاك الفريق الوطني راه 17 ديال اللعابه اللي هما محليين في 20 لاعب. سافو دير كوا؟ سافو دير كو في 2017 كنا بدينا العمل ديالنا مع الـ مع الـ مع لي سونتر دو فورماسيون باش نخرجوا هذا المنتخب اللي نقدروا نخدموا معاه واحد عدد مرات في الموسم. هانتوما ديرنييرمون كنا مع لي اقل من 15 سنه اللي هما كلهم محليين. هذاك العمل درنا عاوتاني مع العصام اللي كنديروا لا كوب ناسيونال، وكنطلب لكم الصحافه تجيو تشوفوا العمل ديال العصاب، لان كاين منتخبات ديال كاع العصاب غادي يكونوا مجموعين في اكادير من 3 حتى 12 ديال شهر 4. لا حنا لا علاش كتقول هذا الشيء؟ الاداره التقنيه اللي بريزونت، المديرين التقنيين ديالنا هما اللي خدارين هذا العمل، لي زوت زيدوكاتور المؤطرين الاخرين جاوا ولا ما جاوش، هذاك الشيء ماشي شغلنا. حنايا اللي كيهمنا هو داك المدير التقني الجهوي اللي كتخلصوا الجامعه واش كيدير العمل ديالو ولا لا. حنا شفنا هذه دابا 5 سنين وحنا كنديروا هاد لي غاسومبلومون، هاد لي كوب ناسيونال، المنتخبات ديال العصاب الجهويين اللي كيجيو يلعبوا، كنشوفوا المستوى كيطلع تدريجيا. هاد الفريق الوطني اللي مشى الوهران، هذاك راه منتخب اللي خرج من داك لا كوب ناسيونال، لان ملي كنكونوا نديروا ديك لا كوب ناسيونال كاع المدربين جالسين اوتور دو تيران، ما كيجيوش غير يتفرجوا، كيديروا التقييم ديال اللعابه، كيختاروا احسن لعابه، وكنخرجوا في اخر المطاف ديال لا كوب ناسيونال. لا كوب ناسيونال تكون في اكادير دو 3 او 12، كان المواليد 2004 اللي هما اللي غادي يشكلوا الفريق الوطني اقل من 17 سنه في 2021 في الاقصائيات ديال كاس افريقيا اقل من 17 سنه، غيكونوا الاناث اللي غنكونوا الفريق الوطني اقل من 17، والفريق الوطني اقل من 20 سنه اللي غادي يكونوا عندهم الاقصائيات لكاس افريقيا ديال 2020. دونك العمل في العصاب كاين دونك النتائج الايجابيين كاين. لو تورنوا اوناف دابا هادي سنتين وحنا اللي كنتوفقوا في الدوري ديال لوناف، عندنا الفريق الوطني داخل القاعه، كاين لي جو افريكان دو لا جونيس، لي جو افريكان دو لا جونيس ديما كنقولوا الشبان كيتقصاو ضد الفرق الوطنيه اللي هما سوبساريان. في لي جو افريكان دو لا جونيس لعبنا الدومي فينال، لعبنا في الجروب، كانت عندنا نيجيريا ربحتنا 3-2 داكور، من بعد تلاقينا معاه في الدومي فينال، الدومي فينال ربحناها 3-1، وربحنا 2-1 الكامغون في لا فينال. لي جو افريكان دو لا جونيس ها هما النتائج. دابا عندنا في خمس سنين إليا براتيكمون 7 الانجازات اللي هما ايجابيين على جوج اقصاء تقصينا. بيان سور ما راضي اتونسيون، ملي كنقول 7 ولا 8 ديال الانجازات بالنسبه لجوج ديال 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 لي زيليميناسيون، انا ما راضيش على دوك لي زيليميناسيون اتونسيون، لان عارف كيفاش تقصينا، وعارف كيفاش في المستقبل الفرق الوطنيه ديالنا يقدوا يتجاوزوا هاد المشاكل ديال الاقصاء. لا انا 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 المسؤول، انا المسؤول الاول. هذاك الفريق الوطني منذ 3 سنوات وحنا كنتبعوه كنشوفو كاع التربصات كاع المباريات اللي عطيناه، ورانا
انا راه مدرب قبل كل شيء، انايا ايديوكاتور فورماتور، انا عارف بلي كان عندنا فريق وطني متكامل باش 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 يقدر يتاهل لكاس افريقيا اقل من 23 سنه. في لا ديرنيير لين دووات اون با بيان جيري ديك ليكيب ناسيونال، دينا ديك ليكيب ناسيونال عطاتنا كاع لي بوان بوزيتيف بلي تقدر تنافس، لان كاع المباريات اللي درنا لعبناهم ضد الملاوي الفريق الوطني الف ديال الملاوي، لعبنا ضد الفريق الاول ديال كينيا، داروا ضد الملاوي كانوا داروا 0-0، كينيا ربحوا 1-0، تفوقوا في لي جو افريكان لا جونيس، درنا واحد العدد كبير ديال المباريات ودرنا نتائج ايجابيين. وفي هذيك لا ديرنيير لين دووات مع الاسف، وهذه كنتحمل المسؤوليه ملي كنقولها لان هضرت مع المدرب، المسؤوليه ديال المدرب علاش؟ لان هذاك الفريق بغى يكونوا باللعابه اللي جاي من الفريق الوطني الف، هما مزراوي، حكيمي، ناصري، منديل، وانا كنت قلت له عندنا فريق، الى المدرب فريق وطني الف طلق لك لعاب مرحبا، جوج مرحبا، ثلاثه مرحبا، اربعه سافا يتخ ديفيسيل داكور، لان بالتجربه ديالي كمدرب، لان بزاف الناس كيهضروا عمري ما شفتهم في التيران داكور، كيلعبوا كيخدموا مع الفرق الوطنيه ولا مع شي فريق ديال الشبان. دائما ملي كنت انا 25 سنه وانا كنشتغل في فرنسا كنت ريسبونسابل ديال لي سونتر دو فورماسيون، كانت عندي الفريق مدرب ديال الفريق اللي كنعيطوا له لا ريزيرف، ملي كانوا كيهبطوا اكثر من ثلاثه اربعه ديال اللعابه من الفريق الاول في الفريق ديال لا ريزيرف كانت كتكون كارثه. اي سا فو با دير كو المدرب ديال الفريق الوطني رقم 23 سنه مع الاسف في اخر المطاف كان كيتمنى يكونوا عنده دوك اللعابه، وكنت كننبهوا بلي هادوك اللعابه يمكن يعطيوك يمكن ما يعطيوكش، يمكن يتلقاهم المدرب الفريق الوطني ولا ما يتلقاهمش، ولكن الحاجه اللي مهمه واللي خصنا نركزوا عليها هما اللعابه اللي كاينين. تري سوفون مالوغوزمون حتى في لا بريس ولا الناس كنهضروا ديما على الناس اللي غايبين، علاش نهضروا على الناس اللي غايبين؟ نهضروا على الناس اللعابه اللي كاينين، الطاقم اللي كاين، هادوك اللعابه اللي كانوا وراو بثلاث سنين بلي كان عندهم الامكانيات باش يدوزوا ذاك الدور. يا اون تري موفيز جيستيون ديال لو ماتش الي، لان لو ماتش سي في لو ماتش الي اللي خسرنا هادوك لي دو بوت كو مارك. اون بلوس دو سا في لا جيستيون، ملي كنقول لا جيستيون ديال الفريق خاصكم تعرفوا بلي في نفس الوقت كنا باغيين نبداو التربص والاستعداد ديال ذاك الفريق في 13 ديال 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 شهر مارس داكور، اون سومان قبل بروميي ماتش لو 20، ولكن هادي سي اوسي لا فالور ديال لو شامبيونا ديالنا. دابا ولاو عندنا فروق اللي كيشاركوا في المنافسات الافريقيه، الوداد، بركان، الرجاء، حسنه تكادير، دونك كانوا بعض اللعابه اللي هما اساسيين كان خاصنا نطلقوهم مع الفريق بحال داري اللي مشى مع الوداد اللي لعب على برا وكان خاصو عاوتاني يدير لو فواياج باش يجي مع الفريق. كان بعض اللعابه اللي كانوا اللي خليناهم الانديه ديالهم باش يلعبوا هذوك لي كومبيتيسيون. دونك كان في لا ديرني لين دووات في لا بريباراسيون دو ليكيب ما كناش في المستوى على داك الشيء، في داك الاداء ديالهم لي دو بوت كو لون بران. في الماتش غوتور اون ايتي تري بون، جو لي با دي، كنقول لك تقصينا في الماتش الاول، سيتادير كون مشينا بواحد الثقه كبيره نفسيا وكنثيقوا في ذاك الفريق بدون لعابه بحال حكيمي اكسيتيرا، ذاك الفريق كان يقدر يرجع بواحد لو ماتش نيل، واحد النتيجه او موان لو ماتش نيل جون سوي سيغ، لان في التربصات ولا لي ماتش اميكو اللي كان كيدير على برا كان كيجيب نتائج ايجابيه. علاش الار دي سي ما نجيبوش نتيجه اي بيان سور؟ الار دي سي راه لعبنا ديجا ضدهم في سميتو في لي جو دو لا فرانكوفوني، كنعرفوهم، درنا معاهم دي ماتش اميكو هنايا. لا حنا صيفطنا، انا شوف
عندنا كاع الوسائل عارفين باركور ليكيب ناسيونال، عندنا دي سيستيم دانفورماسيون، ما نقولش الاسم ديال هذاك لو لوجيسيال اللي عندنا، كاع اللعابه اللي كيلعبوا في العالم كامل في اي ناسيوناليتي ديالهم كنعرفوا، وكنشوفوا الفرق الوطنيه اللي كيلعبوا، كنشوفوا المنتوج ديالهم، كنشوفوا النتيجات اللي داروا. اون بليس دو سا هذاك منين لعبوا هذاك لو ماتش الي روتور ضد رواندا، صيفطنا مدرب اللي مشى اللي كان كيساند كريم بن شريفه اللي معنا في الاداره التقنيه مغربي بيان سور. شوف نقول لك واحد الحاجه، انا دابا 37 سنه في هذا العمل داكور، جي في دي رابور ديال لي ماتش، درت دي فيزيوناج ديال لي زيكيب منذ سنوات، ملي كتجي وقت الماتش سي وقت الماتش، داكشي كلشي اللي شتي يمكن يساعدك واحد 5% ولا 10%، ولكن في الاداء ديال اللعابه هو المهم، يكونوا واجدين. وكيفاش يكونوا واجدين؟ تكون عندك واحد الثقه تامه في ليفيكتيف كامل ديالك داكور، وهذاك ليفيكتيف كتعطيه المسؤوليه ديال 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 لو ماتش، لان تو بو فير توت لي زاناليز كو تو فو. كنت هضرت واحد المره شفت مع واحد المدرب اجنبي في اعلى مستوى، سولته على هذا الشيء ديال لي ماتش افون لو ماتش لي رابور اكسيتيرا، كيقول لي شوف انا ملي كنت كنجي للماتش كنت كنقول للعابه غادي نلعبوا ضد هذه الفرقه كتلعب في هذه المنظومه داكور، هنا عندهم لو بوان فور، هنا عندهم لو بوان فابل، هنا غادي ندوزو، هنا نقدروا نربحوا. كيجي كيقول لك ندخلوا للماتش هذاك لو بوان فور ولا بوان فابل، هذاك البوان فابل ولا بوان فور، الفرقه باش تلعبها 4 4 2 ولا تلعبها لك 4 3 3 ولا 5 4. المهم ملي لا فيريتي سي لا فيريتي، ملي كيصفر الاربيت ملي كتبدا تما كتكون لا فيريتي. وكنقول انايا لا فالور دو لونترينور، لا فالور دو لونترينور بيان سور سي لا بريباراسيون، ولكن لا فالور دو لونترينور كتكون في داك وقت داك الماتش، او بو دو 5 10 مينوت نشوف فين كان الخلل ديالي داكور، على مي تان كومون جو كوريج مون ايكيب، كومون افون لا فان دو ماتش كنشوف الوضعيه ديال لو ماتش وكيفاش كنصلح الفريق ديالي. هذا هو اهم حاجه. مي كلكان كي تونفوا ان رابور اللي عايش تما اكسيتيرا مرحبا، مي سي با سوفيزون، سي با سا، ماشي هادشي اللي غيربحني ولا يخسرني. اللي غادي يربحني ويخسرني هو الاداء ديالي انا كمدرب مع اللعابه ديالي نهار ديال لو ماتش، ونهار ديال لو ماتش ما كناش واجدين. وي وي ايوا عاود اشرح لي كيفاش تقصات الالمان، اشرح لي كيفاش تقصى البرازيل، كيفاش الالمان كيفاش البرازيل في بلادها خسرت 7-0 وتقصات في برومي تور. لا 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 انت يا شوف سور لي 4 اني انا شرحت لك ثم النتائج اللي شد اللي حنا خدينا، دونك بيان سور المستقبل غيتبنى. انت بوندون 15 عام 15 عام وانت كتقصى وبغيتي انت سور لي 3 بروشين زاني تقصى تربح كل شيء. انت يا ربحتي دابا كتفوق في لوناف اشاك فوا كتمشي، دابا وليتي كتفوق، دابا هما الفرق كلهم كياخذوا كنموذج، كياخذوا المغرب كنموذج في العمل، في العمل ماشي في المنظومه ولا امكانيات ماديه، في العمل. انا كنت في الجزائر كلهم جاوا لعندك الله يخليك كيفاش كتخدموا. ها انتم اليوم شكون اللي كاين هنا في المغرب؟ شكون كاين؟ كاين لاكاف، لاكاف هنايا مع تو لي انستركتور ديال لاكاف، رانا حنا كنا في التيران غنمشيو للتيران هاد لابخي ميدي، كنجيبوا لهم اللعابه اللي عندنا، كنجيبوا اللعابه ديال فروق ديال الهوات ولا فروق بحال الجمعيه السلاويه اولا، كاين بزاف ديال الفرق هنا ديال الرباط كنجيبوهم باش يستعملوهم باش يديروا التمارين، كيشوفوا المستوى ديال اللعابه ديالنا وكيشوفوا العمل اللي كاين، كياخذوا كنموذج اي تو برين اون اكزومبل. وحنا في وسط بلادنا كنهضروا غير على الاخفاق، بيان سور كنخدموا باش ما نقصوش في المستقبل. انا كنقولوا بلي شيفر على بوي كون رحنا في الطريق الصحيح، ما كندافعش على الخدمه ديالي ولا كندافع على ناصر، لا كنقول رحنا في الطريق الصحيح، بيا ولا بيا المستقبل راه كيتبنى. ولكن اللي خاص اللي لا كتقول لي بلي كاين بعض الملاحظين كيهضروا داكشي غير الهضره، حنا كندوزو بزاف الوقت ديالنا كنهضروا بزاف وما كنخدموش. حنا اللي بغينا لي ريسورس هما اللي باغيين يخدموا. انا يا خدمت مع الناس في الاداره التقنيه كنقول لهم خاصكم تكونوا
من الثلاث حتى الجمعة هنا في الإدارة التقنية باش تخدموا. بعض الأشخاص كيقول لك شنو غنديروا هنايا؟ واش خصنا نجيو كل نهار؟ بيان لا بيان سور جي زوبليج، لا لا بيان سور جي زوبليج، جي زوبليج افونيغ باش يجيو يخدموا. من بعد هذاك اللي ما كيجيش كيقصي راسو، كيقصي راسو. دونك على داك الشيء كنقول لك انا اليوم كسوا الاداره التقنيه ولا في الانديه ولا في العصاب، الموارد البشريه هما اللي مهمين. حتى انتم كجورناليست شحال من جورناليست كيخسروا الصوره ديالكم، كاينه ولا ما كايناش؟ لا كنحطك سؤال، كاينه. دونك اليوم اكزاكتومون دون تو لي دومين سو سون لي ريسورس هومان. اليوم اللي ناقصنا في المنظومه الكرويه ديالنا في تو لي ايتاج، ما كنهضرش غير على لي تكنيسيان، عندنا دي تكنيسيان دو توب نيفو مغاربه، عندنا دي تكنيسيان دو بون نيفو، عندنا دي تكنيسيان تري موايان تري موايان. ومع الاسف كاين بزاف اللي كيفرضوا بلاصتهم غير بالهضره. لا اجي اعمل في الإدارة التقنية ولا في النادي، إلا ما كانش في النادي في العصبة، إلا كانش في العصبة في الهوات، وري حنت يدك، لأن المغرب محتاج بالناس اللي كيمشي وكيهزو كيهزو كيهزو بو فوا ترافاي. قبل ما نجاوب على هذا آخر سؤال، الإدارة التقنية من تبنات داكور، منين جينا نهار الأول طلبت لي الجامعة باش نجي ونحي كاع الأشخاص اللي كاينين ونجيب ناس جداد داكور. أنا قلت لهم لا، غنبدا العام الأول مع الناس اللي كاينين ونشوفوا شكون اللي عنده زعما الإمكانيات باش يعطي الكرة القدم ديالنا الوطنية ولا لا. بيان سور نقدروا نديروا أغلاط داكور. دونك بعد سنة اقترحنا على الجامعه هما الناس اللي غادي نجيبو جداد داكور. دونك جبنا جمال السلامي، جبنا سميتو ماركوت، جبنا سي مصطفى مديح، وكان بعض الاشخاص اللي كان عندهم واحد العقود مع الجامعه. دونك خصك تخدم معاهم حتى نهايه العقود. العقد ديال الماكسيموم ديال الناس اللي كانوا في اداره التقنيه كيتسالى، كان كيتسالى او ميم طون كو الكونترا ديالي في 2018. في 2018 تمشي دون ان نوفو ان نوفو سيك افيك ان نوفو سيك. وحنا دابا هادي عامين اقترحنا على الجامعه باللي ها هما الموارد البشريه اللي بالنسبه لنا خاصهم يمشيو من الاداره التقنيه الوطنيه. الا كان هما عارفين راسهم عندهم امكانيات وكفاءات غيلقاو انديه وغيساعدوا يمكن الكره القدم الوطنيه في وسط الانديه، وانت غادي تجيب الناس. انا هادي ديجا دو زون عطيت واحد اللائحه ديال الاشخاص اللي كيتميزوا على الصعيد الوطني اللي قدوا يخدموا في الإدارة التقنية الوطنية. كاين هشام دميعي، كاين بنهاجم هضرت عليها كنقولها لك انا مباشرة لان عبرت عليها منذ سنوات، كاين طريق سكيتيوي، كاين بزاف ديال اللعابة، كاين سفري بيان سور. لا لان كانوا بعض الاشخاص اللي باقين سو كونترا داكور، لان باش تاخذ شي واحد خاصك تخوي واحد البلاصه. دونك الناس انا شخصيا احترمت العقود ديال الناس. دابا سهله على الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، لان كاع الاطور مغير جمال السلامي، كاع الاطور تسالات الكونترا ديالهم من جوان 2018. كاينه استمراريه اللي كاينه لورجونس ديال لو ترافاي، لان كاين لي زيكيب ناسيونال، كاين التكوين. عاوتاني زادتنا الجامعه واحد حتى الفان جوان ديال 2019. بعد فان جوان 2019 الا بغات الجامعه دير واحد القفزه، وهادشي عبرنا عليها منذ اشهر ومنذ سنوات، الا بغينا نديروا قفزه في كرة القدم ديالنا الوطنية خاص يكونوا موارد بشرية يكونوا جداد ويكونوا شبان ويبغيو يعطيو الكثير. وانا عارف هاد الناس اللي ذكرت عليهم الاسماء وكاينين اخرين عاوتاني غيعطيو الكثير لكرة القدم ديالنا الوطنية داكور. هضرتي لي على زكريا عبوب، زكريا عبوب كانت تقترحت كيفاش كيدخل الواحد الإدارة التقنية الوطنية. اما اشخاص اللي كانوا ديجا بحال اللي قلت لك، اشخاص اللي انا طلبت، انايا الاشخاص اللي طلبتهم اللي يدخلوا معنا راه كاين سبعه ماكسيموم سور 165. 165 مؤطر فيهم المديرين الجهويين،
فيهم المدراء ديال المراكز ديال التكوين وداك لي بريباراتور فيزيك، وكاين الناس اللي كيشرفوا على التكوين ديال المدربين في وسط الاداره التقنيه، وكاين اللي كيشرفوا على المنتخبات الوطنيه. سيغ هاد المنظومه كامله كاين 7 ولا 8 اللي طلبتهم انا وكانوا جاوا. دونك على لي بوست، اللي كنت انايا باغي، من بعد كيكونوا دي بوست اللي انا ما عنديش شي واحد اللي نقدر ندخله. من حق الجامعه الا كانت عندها اون كانديداتور اللي كتجي كتطلب لك تاخذ دوك الاشخاص باش يقدر يخدم في واحد المنصب. لا نو ابخي الا هضرتو مباشره، لان انت اللي ذكرتي الاسم ديال زكريا عبوب. زكريا عبوب اللي غونطخي مع درتو مع المربحون سي مصطفى مديح، لان ديجا كان عنده لعاب على ليبوك داكور، وكانت عنده واحد الرغبه كبيره باش يتكون ويعطي التيران كمساعد. دونك اي تي ادجوان افيك لوي داكور. بور لانستون ما الى با اونكور دو ستاتيو، الي با نيميرو 1 ديال ليكيب، الي توجور ان ادجوان سميتو زكريا. والعمل لا نقول لك العمل اللي كيدير كمساعد اي في دو بون ترافاي، اتونسيون اي بروغريس. الناس اللي كيهضروا بصراحه، انا ماشي شغلي كنهضر في لي راديو ولا في الجرائد، سي با مون بروبليم، سي با مون بروبليم. انا اللي كنبغي الا كنت شفت انا يا زكريا بدون مستوى كره توقف كره ما كنستعملوش معايا في الفرق الوطنيه، لان الي طون تران دو بروغريسي، الي طون تران دو دوني. وفي العمل اللي كان كيدير مع سي مصطفى مديح كان ان ترافاي بروفيسيونيل. هاد الناس اللي كيهضروا يجيو يقولوا لي مباشره قدامي داكور، هادشي واحد حرام يخرج هادشي، سي 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 فو. نقول لكم نهار اللي جا ايرفي رونار عيط لي قال لي كتعرف الناصري ومنديل؟ قلت له وي. اون بليس دو سا، قبل ما نهضروا على الفريق الوطني، خصكم تعرفوا بلي حمزه منديل هو الناصري مشاو قبل ما ينادي عليهم المنتخب الوطني داكور. دونك هذا ديجا او نيفو ديال 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 المده الزمنيه خطا كبير وكذوب، حرام الواحد يخرج هذا الشيء. لان ملي كنا في الاكاديمي وكنت كنشرف على الاكاديمي، واش انا اللي بززت على مالاكا تجي تاخذ اللعاب؟ واش انا اللي بززت على ليل باش ياخذوا اللعاب؟ هذا الشيء. انا اللعاب ديجا كنحترم اللعاب، كنحترم النادي داكور. منين شي نادي كيجي كيسولني على اللعاب اللي ديالي اللي انا نقبت عليه بحال الناصري ولا منديل على 12 عام وخدمت معاه السنين، ملي كيجي كيقول لي انا بغيت هذاك اللعاب شنو هي المؤهلات ديالو، شنو العقليه ديالو، كيفاش التعامل ديالو، كنعطيه المعطيات داكور. ومن بعد من حق اللاعب يرفض ولا يمشي. عمري ما جبت شي نادي باش نقول له خذ هذا اللاعب، سي فو. خصكم تعرفوا بلي الناصري مشى باش يدير واحد الاسبوع، مشى دار ان تيست في تشيلسي، مشى باش يدير اسبوع ثلاثه السيمانات. وعلاش ما مشاش لتشيلسي؟ لان تشيلسي بغات تاخذه تحطه في واحد الفريق ديال 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 هولندا ولا بلجيكا، لان ما عندوش الحق يلعب في لانجلتير توت سويت داكور. باش مشى لمالاكا، ومالاكا عرفتوا شحال ديال اللعبه ديال الاكاديمي خدات مالاكا؟ منين بعاد مشيت من الاكاديمي راه العدد كبير، كاين بوسفيان، كاين عبقار، كاين بزاف اللعابه مشاو تما. الليل ها هو مشى اكرد، واش انا بززت على 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 ديجون باش تجي تاخذ اكرد؟ واكرد مشى للفريق الوطني الف، ما كان حتى شي تدخل ديالي، وكان يعاودوا اللي بغاو الناس، ما كان شي تدخل ديالي على الفريق الوطني الف تاخذ ولا ما تاخذش. ونزيد اكثر، منين عيط لي ايرفي غونا على اللعابه قلت له شوف ايرفي منديل مازال ما لعب حتى ماتش، لان كان عنده مازال ما عنده 18 عام. منين خداته ليل كان بقى مع الاكاديمي، وحتى لجانفي عاد كان غادي يمشي لليل داكور. منين جا ايرفي رونار كان بيان سور نادينا على منديل، لعب مع الفريق الوطني واحد لو ماتش اميكال ضد القطر مع لي او 20. جا شاف الماتش، شاف منديل عجبو، قلت له راس الا في كو دو ماتش اميكو. قال لي سي مون بروبليم سي با لو تيان، اللعب عجبني غادي ناخذو. قلت له جي غيان ادير، خذاه تميز ولا ما تميزش في ملي مشى للكابون؟ ياك الى ايتي ان جوار كي تي كوريكت. الناصري قلت له انايا الناصري راه
باقي بزاف ديال الخدمه معاه، اللي اونكور بروت باقي عاد هو كان باغي واحد اللاعب اللي كيكون في لاطاك وكيكون سريع وقوي خداه. جي جامي اوبليجي بيرسون، هو اللي سولني على اللعابه وانا عطيته النظر ديالي، والنظر ديالي نقول لك صراحه كنت كنتمنى ما ياخذهمش. علاش نقول لك؟ علاش؟ لان انا كمؤطر كنت عارف ديك الوقت يمكن ما كانوش واجدين، وانا نصفت شي لعاب اللي غيكون موفي مع ليكيب ناسيونال اتحاسب على من؟ اتحاسب عليا، لان داك الولد حركته وصلته دغيا باسكو جي اسي ديكسبيريونس بوندون 25 ans جي فورمي دي جوار. عرفتي شنو جي فورمي؟ لا سانا ديارا داز بينيدي، ستيف موندوندا داز بينيدي، واحد العدد كبير ديال اللعابه اللي كانوا في فريق وطني الف. ملي كان المدرب ديال الفريق الاول كيطلب لي شي لعاب في المركز اللي كنت كنخدم فيه، كنت كنقول له في الاول الله يخليك افون قبل ما تلعبوا في الفريق الاول خذوا اسبوع ل 10 ايام ودير النظر ديالك، وديك الساعه انت اللي غادي تقول لي واش راه واجد ولا ما واجد. الا ما كانش واجد غادي نستمر العمل معاه. دونك هذا الشيء اللي قالوا الناس، غادي انا اللي كندفع اللعاب باش يمشي للفريق الوطني باش غدا يمشي، واش ايرفي رونار غادي تشوف دو امبوزي سا؟ واش هذا ما تخش في العقل؟ هاد الناس اللي كيهضروا الله يهديهم، غير يفكروا غير شي شويه. انا كنحترم المؤسسه، كنحترم المدرب. واش المدرب اللي ربح دو كان ضد لا زومبي مع لا كوت ديفوار، انا غنمشي لعندو نقول له خذ هذا اللعاب؟ لعاب واحد اللي قلت له تبعوا، ما لزمت عليه حتى شي حاجه، تبع واحد الوليد اللي مشيت غراس واحد المنقب ديالنا اللي في اسبانيا ربيع، هضر لي على سميتو على حكيمي كنا جبنا دوبي لي موان 17 ans هو معنا. منين جا ايرفي رونار قلت له ايرفي يا ان جوار كو جيمري كو تو فوا، تبعو. مشاو شافوه مع في لا شامبيونز ليغ ملي كان كيلعب في ريال مدريد، شاف الاداء ديالو دخلو مع الفريق الوطني سي تو. مي اللعابه باش نقول له خذ هذا ولا خذ هذا؟ ابدا. حتى المدربين ديالي اللي كنشرف عليهم، جمال السلامي، مارك ووت، المرحوم مصطفى مديح، كان حوار معاهم، كانوا كيقترحوا عليا وكنقول لهم هذا اوكي، هذا اتونسيون، هذا اوكي، هذا اتونسيون. هذا هو الحوار. النهار اللي كيختار اللعبه ديالو كنخليه يختار، لان هو اللي كيدير لا كومبوزيسيون، هو اللي كيشوف الطريقه كيفاش غيلعب بالفريق. داكو انا كمدرب ما نبغيش شي واحد يجي يقول لي لزم عليا شي لعاب، لان كنتحمل المسؤوليه ديالي التامه. هذا السؤال ما خصوش يطرح لي. الحاجه الوحيده اللي نقدر نجاوبك، لا ما جددتش العقد. كاين واحد لا ديسيزيون ديال لو بريزيدون في الاول طلب باش نستمر حتى سبتمبر، من بعد حتى ديسمبر، لان جابوا واحد لو بيغو ديتود حتى ديسمبر، ودابا خرجت واحد لا نوت باش نمشي حتى فان جوان. داكور باش نستمر، لان كاين بزاف ديال لي زيكيب ناسيونال اللي راهم خدامين، كاين هاد لا فورماسيون دو كاد اللي خاصنا نستمروا نكملوا. دونك اليوم ما كانش واحد التجديد. دونك هاد السؤال هذا ماشي ليا اللي خصو تحطو، الجمعيه اللي خصها تجاوب عليه. اللي كتهضر على الشارع بيان سور كنحترمو، الشارع كنعرفو، انا ولد الشارع. كل نهار كنمشي كنهبط للمدينه، كنمشي للشارع، كنتسالى، كنتلاقى مع ناس اللي كيحترموا العمل اللي كنديروا. داكور، الا كان 100 واحد ولا 1000 واحد ولا 20000 واحد ما كيبغيش نصر، راه سي نورمال، هذه الحياه. واش انا غنعجب كل شيء؟ لا، النتائج انا كنقول لكم هذا هو المشكل اللي عندكم. المشكل ما كتبغيوش تقبلوا بلي كاين نتائج ايجابيه اكثر من السلبيه. اكثر من السلبيه كنقولها لكم. لا بالعنوان العريض، حنا ما غاديش لا العنوان العريض. هضر لي، شفتوا شحال شفتوا من جرائد وانتم نيت؟ شحال شفتوا من جرائد هضروا على لي او 17؟ كاين شي واحد كيهضر على لي او 17؟ لا واش لا كنسولك، كاين شي واحد هضر على لي او 17؟ كيفاش توجد هذا الفريق؟ اين مرحله دوز باش يمشي الاقصائيات؟
مشى في الاقصائيات في تونس وكتعرفوا مع تونس شحال صعيبه باش تلعب عندهم، ولعبتي ضد الجزائر، لعبتي ضد تونس، لعبتي ضد ليبيا وتفوقتي و تو تي كاليفي اون غانيون لي ماتش. مشاو لانطاليا اليوفا باتفاقيه مع لاكاف نظموا واحد الدوري تما لكاع الفروق اللي مأهله لكاس افريقيا لتنزانيا، داكور، فيها كاع الفرق الوطنيه، الكاميرون، السنغال، كلهم اللي متأهلوا، مشاو تما خذوا 8 ديال الفروق ديال افريقيا وربعه الفروق ديال اوروبا ولعبنا. اوني لا سول ايكيب افوار غاني لي 3 ماتش، ما من لعبنا ضد بيلاروسي بحدا غتقولوا هذيك اوروبا. الماتش الثاني ضد من لعبنا ضد لوغاندا في الجروب، غتكون في الجروب ا، حنا في الجروب بي ديال تنزانيا، ربحناها. الماتش الثالث مع من لعبنا ضد الكاميرون غتكون معنا في الجروب، ربحناها. ايوا غادي نهضروا على شمال افريقيا، شفتوا لي ماتش اللي لعبنا في ضد البوركينا فاسو هنا عندنا مع دي موان 17 ضد دي موان 19، شفتوها وعارفين النتائج ديالها ولا لا؟ شفتوا لي ماتش اللي مشينا على برا في جنوب افريقيا باش لعبنا؟ دونك سي دوماج، لان لافورماسيون اللي كان وصلوا للناس راهم شي مرات ما كنقولش غلط، اتونسيون، ما كاملينش، باش الواحد ياخذ نظره ويكون ويعبر على واحد الفكره خاص يكونوا كاع المعطيات عنده. انا عندي كاع المعطيات، والناس اللي كيعرفوا العمل، اللي كيجيو يشوفونا في المركز، اللي كيشوفونا في الملاعب، عارفين كيفاش كنخدموا. ملي كتجيبوا لي بارون ديال كاع الوليدات اللي كنخدموا معاهم وكيجيو يشوفوا فين وصلوا الوليدات ديالهم، اولا واخا ما كيكونش معزول في الفريق الوطني، كيجيو كيشكروك لان درتي واحد العمل جبار واخا ما خديتيش ولدهم. دونك اوجوردي النتائج ديال الشارع راه عارف النتائج، مع الاسف داك لي زانفورماسيون اللي كنوصلوا لهم ان نو سون با كومبليت. اي اوجوردي كنقول انا كشعب مغربي انا مطمئن على كره القدم ديالنا في المستقبل، ماشي الاقصاء ضد الار دي سي ولا الاقصاء ضد الموريتانيا اللي غيخوفني. انا عارف علاش، وعارف كيفاش نصحو، وعارف هذاك اللي غيجي من بعدي، اما انايا او اللي غيجي من بعدي، اللي غنعطيه المعطيات ومن بعد هو غادي يدير العمل ديالو. لا ما نقدرش نخليك، لا ما نقدرش نخليك تقول هذا الشيء. اون بارتي دي جون اللي كيشوشوا عليهم ما عندهمش واحد الثقه، ولكن الاغلبيه كنقولها لك، الاغلبيه فيهم الثقه، تايقين في داك الشيء اللي كنديروا. حنا كنسافروا كنمشيو كنتلاقاو، لا لا كنقول لك مي جو تو ديك اوجوردي الراي العام اللي نتوما كتقولوه كديروه في لو كوتي سلبي، انا كنقول لك الراي العام مطمئن في المستقبل. كنقول لك بلوس كاين شي ناس ما كنعرفهمش كنتلاقاهم في المطار اكسيتيرا ملي كنسافروا مع اللعابه ولا في الشارع، كيقول لك الله يخليك تكون استمراريه في العمل. بدينا كنشوفوا شي حاجه كتبان، كنشوفوا الفريق الوطني اليف، كنشوفوا دابا هما لي موان 17، شفنا في شمال افريقيا ولينا كنتميزوا. هذه شحال كتلعب ضد تونس كتخرجك، غير تونس كتخرجك. اليوم بحيث ولينا كنربحوا تونس وغير شمال افريقيا تدريجيا. حنا شنو؟ ميرسي ها هي خرجت من فمك. لان شحال من واحد كيقول لك وهذيك غير دوري شمال افريقيا، وتونس كان ديما كتربح كامل في الانديه. ها انت دابا الحمد لله، علاش كنقول لك رانا في المستقبل راني مطمئن؟ ها انتم الرجاء كل شيء حط عليها، مع من ربحات السوبر كوب؟ ما ترجي منين؟ كنتي كتربح ضد تونس هذه شحال؟ كنتي كتربح حتى على مستوى التكوين تونس فورماسيون عندهم طالعه منذ سنوات. مي بيان سور، وحنا اليوم هما كيطلبوا لنا كيفاش كنخدموا دابا. نو علاش مسدود؟ انا منتوج ديال فرنسا، دخلت للمغرب ديالنا باش نخدم فيه، لان طلبوني باش نجي نخدم في الاكاديميه محمد السادس، ومن بعد الجامعه طلبتني باش ناخذ اداره التقنيه الوطنيه. كيفاش انا اللي جيت مع لابرا غنشد الباب على الناس اللي على برا؟ لا كاينين، ولكن
غادي غندير 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 المقارنه. منذ سنوات اعتمدنا في الفروق الوطنيه على اللعبه اللي كيجيو من اوروبا. شنو 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 هي لا كونسيكونس؟ شنو هي لا كونسيكونس؟ عرفتي شنو هي لا كونسيكونس؟ تخليتي على التكوين على صعيد المحلي. كنتي كتمشي تجيب اللعاب الواجد اللي على برا، اقل من 17، اقل من 20، اقل من 23، فريق وطني بيان سور المغاربه ديالنا، ولكن كانوا ولاو يتميزوا لان في المغرب ما بقيتيش كتكون. في الماضي في الماضي شحال من لعاب في السبعينات في الثمانينات في التسعينات، شحال كان من لعاب، اللعابه كانوا كيتكونوا هنا وكيمشوا على برا بوندون 10 15 ans. تخليت على هذا الشيء. حنايا خصنا المنتوج الوطني، خاصك تكونوا، خاصك تكونوا وتعطيه الفرصه يخدم. بيان سور المغربي ديال اوروبا الا كان باغي يجي حنايا يكتبوا لنا ويراسلوا لنا نشوفوا المعادله وكاين البلاصه فاش يخدم، في اما في نادي او لا في او لا في الاداره التقنيه، بيان سور مرحبا به. لا 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 لينا يمكن ما كان نو 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 سي با فري سا ديبون سا دي لا سا ديبون سا ديبون فين صافتها. الا صافتها الاداره التقنيه كل واحد اللي كان كيصيفط الاداره التقنيه كنجاوبوه. الا جات لو سكرتاريا في الجامعه ماشي مرات ايفيكتيمون دي كوريي ناريف با على لا ديريكسيون تكنيك. شي خمس شهور عرفتو سي مورلان الي ان كونفاليسونس. مورلان اي مالاد الى ان تريتمون دونك كيمشي وكيجي دونك الى جات في لو ميل ديالو غادي نسولو سي با ان بروبليم داكور. لان المدرب اون بليس المدرب اللي على برا لا بلوبار دو طون انا دوز كاع لي ديبلوم ديالي في فرنسا داكور، وكاين بزاف ديال المدربين. هاد المدرب اللي كتقول لي نتايا عندهم كفاءات ودوزوا لي ديبلوم وراهم خدامين باغيين يخدموا في المغرب، مرحبا بهم. بزاف ديال المدربين اللي على برا اش كيديروا؟ كيوصلوا لواحد لو نيفو ديال لا فورماسيون. بحال دابا لا ليسونس ا UEFA كيجي كيقول لك بحيت حنا هادي شحال اعلى ليسونس اللي كانت عندنا هي اكاف قبل لا برو، كيقول لك ا UEFA هي لا اكاف نجي نخدم مع فريق بروفيسيونيل هنايا. كنقول لهم نو سي با بوسيبل، نو سي با بوسيبل، نو فو. ها انت كطيح بالقيمه ديال التكوين ديالك هنا في المغرب. لا 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 كنقول لك نو 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 ما 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 لا ما بيان سور كو سي لي كونتوني لي كونتوني دوبوي ماشي في العهد ديالي. منين جا جون بيير مولان لي كونتوني ديال لا سي ديال لا بي ديال لا ا راه واخذها لا كاف، و سي لو ميم كونتوني كو فرنسا و فوروبا، لو ميم كونتوني. هذا شي قلت لكم قبيله سي الموارد البشريه كي داير العقليه السيد، نصيفطوا هذاك السيد اللي هنا في المغرب اللي ما باغيش يخدم نصيفطوا يتكون في اوروبا ما غيزيد حتى شي نقطه. شنو هو التعديل اللي درنا؟ اسكو كنكتبوا بحال دابا يجيني اون ليسونس ا ديال هولندا داكور، كنراسل الجامعه ديال هولندا كنقول لهم بهذا لو ديبلوم هذا الشخص الى مستوى يقدر يدرب كيصيفطوا لي. اي بو با انتريني لي برو بروميير ديفيزيون ما يقدرش يتريني بها، يقدر يكون مساعد، يقدر يكون افيك لي جون، ولكن ما يقدرش يكون ياخذ ليكيب بروميير. لا هادشي بيان سور بيان سور نحقو عملنا ما رفضنا، لا لا عملنا ما رفضنا سي فو. سولوا سميتو المدرب اللي كان من بلجيكا اللي كان درب سي كان درب فوجده ودرب فوزي جمال. فوزي جمال كان عنده ان ديبلوم دو بلجيك، جا لهنا درنا له معادله، درنا له اون روسيكلاج معنا داكور. من بعد من تعطلنا على لابخو مشى راه كيدوز لابخو مع بلجيكا، دونك الى باسي تو سي ديبلوم. هادوك انت يا هذا الكلام الشهاده لاش اللي غيشهدوا على هذا الشيء هما المدربين اللي كانوا في قطر داكور. قطر كان عندهم لابي، كان عندهم لابي، وصلوا لواحد الوقت هذه عامين تقريبا عامين ولا ثلاث سنين، قالوا لهم الا ما كانش عندكم لا ا غادي تنسحبوا انتوما وعائلتكم كلشي غيمشي. قالوا لي داكور شنو درنا؟ دافع عليهم سي مندوزا لان الي بريزيدون ديال لاميكال ديال لي زونترينور. انا خديت على عاتقي مشيت لاكاف، قلت لهم الله يخليكم عندي اسر كاملين
غادي يكون عندهم مشكل من هنا واحد شهر ولا شهرين غادي يغادروا البلاد وما غيكون عندهم حتى شي زعما ان بوين دو شوت هنايا في المغرب. واش تقدر تسمح لي ندوز لهم انايا واحد المعادله باش تكون عندهم لا ا داكور؟ درت معاهم ان كونطرا هاد الناس هادو فوالا اللي عنده لا بي غادي نجي نشوفوا لو نيفو ديالك غادي دوز معنا امتحان باش نسلموا لك الى نجحتي غادي تسلم لا اكاف. عرفتي شحال كاين كانوا من اشخاص كانوا اكثر من 15 اشخاص اللي جاوا اون لي ا ريغولاريزي داكور اي سون ريبارتي افيك لور فامي اون ترافايي. دونك سولوي كي طون اوروب دابور جي دو كيسيون. لا بروميير كيسيون علاش ما كيستمروش في التكوين ديالهم باش يمشيو حتى لا برو او اف ا؟ انا دوزت انا حتى لا برو او اف ا دوزتها تما. ها هو فوزي جمال دوز لا برو او اف ا، ها هو كركاش كيدوز لا برو او اف ا، واحد العدد كبير ديال المدربين راهو كيدوزو. بعض المدربين اللي كيكونوا حاصلين في لا بي او اف ا ولا ا او اف ا كيقول لك ا باغ ديفو غادي يمشي، ولكن خصهم يعرفوا واحد الحاجه، الا دوزوا هنايا لا ا كاف راه ما كاينش المعادله مع لا او اف ا، صديق الا بغى يولي للبلاد فين كان كيخدم هذيك لا ا كاف راه ما يستعملهاش تما، يقدر يستعملها غير في افريقيا. ولكن باش نختم على السؤال ديالك، اي واحد مغربي اللي غادي يبغي يجي للمغرب يبغي يجي يخدم في المغرب وبغى معادله بيان سور غادي نساعدو في المعادله، غندوزو له الامتحانات، غنشوفو لو دوسي ديالو داكور. دونك بور موا سي 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 جامي. وهادوك يجيو لعندي، يجيو لعندي مباشره. قال اشخاص انا البيرو ديالي ديما محلول، لا اوكان بروبليم. الاكاديميه كاين جوج اكاديمي، كاين بون كاين اكاديميه وحده اللي تستحق تسمى اكاديميه لان كاين شروطات من لا فيفا داكور، كتقول لك خاص الاقامه خاص الدراسه خاص 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 باش تسمى اكاديميه. دونك كاينه الاكاديميه محمد الثالث. كاين جوج ديال لي ستركتور بالنسبه لي، كاينه وحده اللي عندها واحد لا ستركتور اللي خاص في المستقبل تكون واحد المسانده من طرف الجامعه، هي ديال طاهر الخلج، لان بنا مرافق عنده واحد الفكره ديال التاطير وداك الشيء، كان دار واحد العمل اللي هو قاعدي اللي هو كيناسب الفلسفه ديال الاداره التقنيه الوطنيه. وكاين الثالثه هي ديال كريمو، ولكن المشكل اللي عنده كريمو ما عندوش ملعب ديالو، ما عندوش مرافق اكسيتيرا. فوالا، ولكن باغ كونت المدارس حنايا شرنا على واحد النقطة مع الرئيس ديال الجامعة، وكان راسل سميتو الوزارة المعنية باش نراقبوا هاد المدارس، لأن كان بزاف ديال المدارس اللي كيداروا على واحد الفكرة تجارية داكور كوميرسيال، كي الدراري كيخلصوا ولكن ما كانش واحد تنظيم كروي اكسيتيرا. ولكن كاين بعض المدارس اللي خدامين دايرين سافو با دير كو تو نا با لدوا دو فير زعما ان تروك كوميرسيال، تقدر دير مداخل ماديه ولكن اون غراند بارتي فيهم كوميرسيال. دونك حنا اللي طلبنا، وكنعرف باللي الوزاره المعنيه ديال الشباب والرياضه راها كتخدم على هذا الشيء باش تقنن هاد المدارس وتكون عندهم لوتوريزاسيون من طرف الجامعه باش يمارسوا. وديك الساعه الا كانت عندهم لوتوريزاسيون من الجامعه باش يمارسوا، ديك الساعه حنايا غادي نعطيوهم برامج وغنتبعوهم ونعطيوهم فرصه اوسي باش اللعابه ديالهم يقدروا يدخلوا في المنتخبات الجهويه. ولماذا لا؟ الفريق الوطني الف كان واحد اللي خدام مزيان وعطانا واحد اللاعب هو شهاب، طريق شهاب اللي عنده واحد الجمعيه ديالو اللي في محمديه. دونك هذاك عطانا لاعب اكارديان بوت اللي مشى معنا للفريق الوطني اقل من 15 سنه، اللي مشينا للوهران وتوجنا باللقب. لا انا ما كنقولش ماشي ايجابيه، اتونسيون او كونترير ايجابيه 100% داكور، خاص غير تقنن وتكون واحد المراقبه من الجامعه. وباش ملي كنقول المراقبه هي بلوتو لاكومبانيومون، نرافقوهم. علاش؟ لان انت قلتيها، الا كانت اصيلا ما كانش واحد التنسيق مع العصبه ديال الشمال باش نشوفوا دوك اللعابه اللي دازوا في المنتخبات الجهويه، باش خرجوا دوك اللعابه باش مشاو سميتو الكاس دانون، اولا
لا ديريكسيون ديال لو سبور سكولير نقبوا عليهم في ديك في ديك في ديك المدرسه. الا كنا الا كانوا قانونيا وباش تعطيهم واحد الاهميه تمشي ترافقهم وتتبعهم وتعطيهم اوسي باش يخدموا لي زيكزيرسيس تعطيهم واحد لا ميثودولوجي دو ترافاي وتكون لهم المؤطرين ديالهم بيان سور. انا بالنسبه لي حاجه ايجابيه. بعض المدارس كيخدموا احسن من بعض الانديه دونك بيان سور انا بالنسبه ظاهره ايجابيه على الصعيد الوطني. لا انا ما نهضرش واش يكون ولا ما يكونش فريق وطني الف. هذه كل واحد عنده اختصاصات ديالو. افكتيمون سي ان جوار دو كاليتي. واش لي كاليتي كاملين باسكو سي ان بوتور. سي ان بوتور عارفينو لان كنشوفو دون نيمبورت كال شامبيونا كيماركي. من بعد واش كيدخل في المنظومه ديال 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 الناخب الوطني. لا 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 اي فو سافوار سي سا كي لو بروبليم. ملي كتكون مدرب راه ماشي لاديسيون هذا بلس هذا بلس هذا اللي غادي لك فريق. واش 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 بيم فيربيك بيم فيربيك هو سميتو لا واش هو الزكي واش هو فخير واش هو هيرفي رونار راه سو سون كات بيرسون ديفيرونت. كاين شي لعاب بالنسبه انا كمدرب هذاك اللعاب ناخذوا عيني مشدودين ولكن واحد المدرب اخر ما يدخلش في المنظومه ديالو. الى ان ستيل دو جو الى اون فاسون دو جوي. دونك هاد لا كيسيون هادي ماشي بغيت نقول لك ما نجاوبش عليها. لا هاد الجواب خصو تحطو الناخب الوطني كيفاش كي ملي كيختار اللعابه ديالو سور كال كريتير اي سابوي داكور. انا مشي مرات مع جمال سلامي اولا مديح اولا مارك ووت ما كنتش متفق مشي مرات على شي لعاب ولكن ملي كيشرحوا لي كيفاش الطريقه باغيين يلعبوا وهذاك اللعاب اللي انا ما كنتش باغي شاد بلاصتو كنقول له اوكي غنشوف داكور. دونك سي فو با اوبوزي لي جون. لا كيسيون زعما ما خصهاش لا كون كانت مسؤوليتي مباشره نجاوبك داكور ولكن جاوبتك بهذه الفكره هذه بلي كل مدرب عنده اون فيزيون ديالو. فوالا بوركوا تو فا بروندغ تاخذ واحد اللعاب معاك في الفريق اللي مع الاسف ما غاتلعبوش اولا غاتلعبو 20 دقيقه وغايخلق لك مشاكل اكسيتيرا فهمتني. دونك سي شاك انترينور عنده سا فيلوزوفي اي سا فاسون دو فوار لي شوز. الكلمه الاخيره انايا بالنسبه لي كره القدم نعاودها راها في الطريق الصحيح. ماشي بعض النتائج اللي هما مع الاسف سلبيين في هذا الموسم هذا اللي غادي يخرجنا من الطريق ديال العمل. وكنعاود خاص كاع الاشخاص اللي محبين كره القدم الناس اللي باغيين يساندوا كره القدم الوطنيه بيا ولا بلا بيا يمشيوا للعمل يمشيوا لارض الواقع. الهضره باش نهضروا راه ندوزوا انا وياك واحد نهار كامل ونقدو نتحدثو ولكن اهم حاجه هو داك لو ريكتانغل فيغ هو داك التيران هما دوك الشبان هما دوك اللعابه هي اهم حاجه. هذاك هو الكنز ديالنا. الا كنا مساندين وكنعطيو الاخبار صح زعما لي فري انفورماسيون بور لي جون غادي يشوفوا باللي كاين واحد العمل قاعدي. نعم لا ما كانش انتم كديروا العمل ديالكم. كنهضر على المدربين ديالنا اللي مشي مرات كيمشيو يهضروا في القهاوي او لا يهضروا في بعض الصحافه. هذاك الشيء شغل هذوك هما اللي كانوا ما الصحفي كيدير العمل ديالو سلبي ولا ايجابي. انا ماشي صحفي ما ننصحك حتى شي حاجه داكور. كندير العمل ديالي بحال انت ما غاديش تنصحني بشي حاجه. النهار اللي غادي تشوفني في التيران تقدر تجي تشوفني كندرب وتشوف لي المستوى ديالي ماشي هو هذاك من حقك تقولها داكور. لا سول شوز كو جو دي بور لا بريس وهادي باش نختم سي لو دروا سي فوتر دروا دو كريتيكي داكور سي فوتر دروا ولكن سي دو فوتر دوفوار لو دوفوار دو فيريفي. هذا سي ان دوفوار لان الراي العام الى بوزوان دو فري انفورماسيون.